حزن وحياة حزنك ما عرف يلتمن علي مشتتات البال ورد لولاك سنيجا قصيدي ليلة موت الليل آخر ليلة بهل المواقف دوم طابع أثر أي حيدر مثل الوشم مو بالسهل ينمحي وتعلمت ما أخسر أنا الخسر والفرقة دوم تصير من صالحي بخير عايش عنده بس هالوجه وما أدنى على الميمرني مثل الرحي الله الله مو مثل بعض الناس دو عاشروا الزار من وجوههم يستحي الله الله, 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 الله على الدراعي صاحب القبل المواقف تبدبيك صاحبي القبل المواقف تبدبيك لو مسوياي مو زين نسيت أها من دفنتك ما قلت خويا لخوي الله الله ولا قدر ترجع العمر من مشيت صاحب القبل المواقف تحكي بيك لو مسوياي مو زين نسيت من دفنتك ما قلت خويا لخوي ولا قدر ترجع العمر من مشيت مثل وجهك ذكرك شقد خير بي لأن صاحب موقف بموتك بديت قبل كتفك كان يسندني من نميل قبل كتفك كان يسندني من نميل وعلى قبرك هسه مكسور انحنيت وعلى قبرك هسه مكسور انحنيت الرحمة والمغفرة لروح صاحبك إن شاء الله الصبر وسلوان حياكم الله أهلا وسهلا يا مسيت العافية عليك شاعرنا وسيادة المقدم علي الدريعي حياك الله سيدنا سيادة المحامي حياك الله شاعرنا حيدر ويا مسيت العافية على جمهورنا الكريم أنا قبل لا ندخل بتفاصيل أسئلة روتينية وأسألكم عن الكوت والوساط أحاول شوية أعيل بيكم تبون سيد براحتك سيادة المقدم نبدي كرتبة الآن شنو اللي تقدمه بالشعر وشنو اللي تأخره شنو اللي أقدمه بالشعر شنو اللي أخره بصراحة اللي أقدمه بالشعر ضروري نهتم برسالتنا ليش برسالتنا بالقصيدة ونبتعد عن الفوضى الموجودة حاليا يعني ضروري واحد ما يتاخذ الموجة يعني ضروري واحد يقدم مبادئ على كل شيء يعني ما يستعجل بأي شيء فواحد يقدم المبادئ ويقدم الرسالة بقصائده على كل شيء كجيل لو سألتك كجيل يا جيل تقدمه يشوف الأفضلية أنه يقود الشعر السيد ما تقدر تجزم ما تقدر تجزم أنه جيل معين يقود الشعر لأن على مدى تاريخ القصيدة الشعبية صح أكو شعراء كبار أنا أشوف جيل مدارس صبيح هم الآن قايدين الشعر رغم حتى من فارقنا عن هذه الحياة أيضا بقى قائد الشعر وسبب التأثير والنصوص الكبيرة ممكن هواي ناس تأثروا بالراحل الكبير سمير صبيح نعم وأكيد أكو ناس ما تأثروا بقصائد سمير صبيح نعم يعني ما نقدر نجزم أنه هو اللي قاد الجيل نعم أكيد أكو هواي مدارس أكو هواي اختلافات المدارس والله إحنا شوي هذا موضوع شائك شوي خلنا نبتعد عنه لأن احنا مو بصدد ذكر مدرسه معينه ولا ذكر اسم نقول انه هو مدرسه بس اقصد انه ما نقدر نجزم ونقول زيد من الناس انه هو هذا اللي هو او الجيل الفلاني اللي خلانا وان نجزم جزئيا بسبب هاي الفوضى اللي تكلمت عنها صحيح حيدر حياك الله سيد انت محامي اي نعم عن شنو تحامي الان بالبدايه هي الدفاع عن التجارب السابقه اللي يتم الاساءه اليها الشعراء الشباب أحسنت أدافع اليوم أكون أترافع أكون ضد البرامج الشعرية اللي جاي تسيء للشعر حتى علينا بعد لا سيد الله يسلمك ناس تشهد لك أنا من الناس شهادتي بيك مجروحة سيد أنا من الناس اللي تقبل الانتقاد الشاهد الله يسلمك لا إحنا سيد نحكي على البرامج اللي جاي تروج لنظرة سلبية عن الشاعر الشعبي بالعراق اليوم نعم برامج اللي تثير المشاكل البرامج اللي تطلع الشاعر بصوره مو حلوه اللي تخلي الناس ما تحب الشعر ما تحب الشاعر اللي تخلي الناس تتابع مشاكل الشعراء ما تتابع قصص الشعراء بس السلبيات فعلا احنا عن هاي البرامج سيد. اثرت هاي مهنه المحاماه على المسيره الشعريه اي والله سيد اثرت هواي
بالعكس يعني المفروض تضيف لك. هي تضيف سيد، لكن انشغالك بالعمل ياخذك هواي من الشعر، ياخذك هواي يعني الناس عندها حاجات يمك، فما تقدر تفضل الشعر اللي هو حاجه ذاتيه نفسك على حاجات الناس. فعلا، حتى نستثمر الوقت راح تكون البدايه من علي الدراعي من حيدر ميناتكم وتعطش لكم جنات. اني ابدي ذاتي. بعد ذيك المصايب، بعد ذيك المصايب تجي تقل شبيك شلتك وانت ما تستاهل اعثر بيك. الله الله. بعد ذيك المصايب تجي تقل شبيك شلتك وانت ما تستاهل اعثر بيك. بداية كل شي حلوة المر يجي بعدين. اي والله. بداية كل شي حلوة المر يجي بعدين، اقلب ذكرياتك وين اللي تأذيك. الله الله. الملاقى الصدق بي تثقل الذرعان، خوفك مني لي حضنك. الله الله. الملاقى الصدق، الملاقى الصدق بي تثقل الذرعان، خوفك مني لي حضنك مني لاقيك. ما شوفك شحسبك ندك ابرك هيك، مو يمع لبالي تمر ما خليك. الله الله. لو صحرة وكتن العطش وانت الماي هم نعبرها انا وروحي ونبديك. الله شال مكابره. لو صحرا لو صحرا وكتن العطش وانت الماي هم نعبرها انا وروحي ونبديك. يا فارغ من عليه الهوى يشيل الطاح. أه. من قد خفتك كان الهوى يعليك. الله. يا فارغ من عليه الهوى يشيل الطاح. من قد خفتك كان الهوى يعليك. الفشل تارس عيون تريد نتلقاك. الله. اخجل ويا روح نسولف بطاريك. يروح العمر فدوه والكرامه تعيش. الله. من تنطق ببيتك يا فصل يرضيك. الله الله. يروح العمر فدوه. الله. والكرامه تعيش. من تنطق ببيتك يا فصل. يا فصل يرضيك. ومو كل بكي خسرك. اها. مو كل بكي خسرك، بكي الفايز روح. الله الله. مو كل بكي خسرك، بكي الفايز روح. الدمعة الغالية لو طاحت تصحيك. تجي فعلا. تركض، تجي تركض من تشوف الظول بالنار. ايه. يغشك لونها تتقرب وتشويك. الله الله. تجي تركض من تشوف الظول بالنار، يخدعك لونها تتقرب تشويك. حلم تخلص بسرعة عشرة الكذاب. أهلاً. حلم تخلص بسرعة عشرة الكذاب. بمكانك باقي لكن لسه ما يوديك. الله الله. الله يسلمك. الله. هذا الكبرياء مال مهنة العسكرية أو المقدمة أو الضباط عايشة في القصيدة. أي فعلاً. ضروري. المكابر. لا ضروري ضروري أكيد. حيدر خلصت المحطة. خلصت والمحطة ثقل الأردان. أي. الله الله. خلصت والمحطة ثقل الأردان، وكل من وصل آخر ينسى حلمه. خوش. كنت أفزع نهر يم كل شي بيروح. أها. وحط بقلبه حتى المال لزمة. الله. لكن ما لقيت اليوف وياي، غشيم وحسبتهم كلها غشمة. وشف ما عنده بي يمسح الدموع، الشمع وقليبه ما لاقي لي فهمه. الله الله. وشف ما عنده بي يمسح الدموع، الشمع وقليبي ما الاقي لي فهمه. وانت لوحدك لو غيرتك ناس، اول مره جاي تقل قسمه. الله الله. قسى انت لوحدك لو غيرتك ناس، اول مره جاي تقل قسمه. هاكف قسها عيني ومنها لا تطيح، اذا بيها انت واقف خلها تعمل. الله. هاكف قسها عيني ومنها لا تطيح، اذا بيها انت واقف خلها تعمل. اللي يفقس عين الأبرة يجمع اثنين، الفجر بخيوط لمه النجمة نجمة. شفت عند نقص يتكمل وياك، وقلب بس انت ما تعرف تلجمه. قلب بيلون يحلم كل قطن بيه، ويا غيرك لا ضحك لا عنده كلمة. وصح لميت لي بس كلهن اعذار، الحطب شت فيد الجفوف التلمة. الله الله. صح لميت لي الله الله. الحطب شت فيد الجفوف التلمة، أنا غرن اختلافك بالمقاييس، بريء وما تعرف تحط لجمة.
غلطه وما عرفت تحرق النار يتغير وما يبقى على رسمه. الله مش مدرين الشمس مشنقت الاحلام ولي عثر العشق ما حد يلزمه. الله الله مش مدرين الشمس مشنقت الاحلام الله الله ولي عثر العشق ما حد يلزمه وبيبان السجن سرقيها قدام وكل اللي بالظهر تنوى على هدمه. انا جيت بثقل خطوات مجبور ورجعت بجسد خاوي قود جدمه خفيفة وفارغة ترد التوابيت. الله خفيفة وفارغة ترد التوابيت والفارغ قلب ناس تندمه وهسه تغيرت وشراعه مباد لا بي الرفيع لا تحرك نسمه اللي يعرف بالجزر والمدي هدمون على جرف النهر لا يبنحبه. الله 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 يسعد الله حيدر. أنا أرد أعقب شوية. يقال نحن أبناء الكعبة شعراء يغادر الشعراء وما يتركونه هو الألم الأزلي، ولكن بنفس الوقت في لمسة حب يصبح الجميع شعراء. أنت ما عرف قصة حب مخذول سولف لنا سيد هو وأنت مرخوص إنه تأخذ دوره والسيلة أنت قريب علي. الله يسلمك سيد. يعني هو طبعاً شاعر هو نتاج حب نتاج تجربة نتاج معاناة. أشوف الخذلان بقصيدتك يعني. يعني طبعاً الخذلان لا دائماً. ليش دائماً طبعاً طبعاً يعني. يجي من أقرب الناس. ليش دائماً الخسارات؟ خسارة سيد إحنا خساراتنا هواي إحنا بالعراق هواي نخسر سيد. نخسر مرات تخسر صديق مرات تخسر حبيب مرات مو بسببك ولا بسبب مرات هي الظروف تبعد عنك هواي. شنو خلاك تربح؟ أربح إنه أنا دائماً أقول القادم أفضل. عندي يعني تفاؤل. عندي نجاحات يمكن تغطى على الخسارات. فهذا اللي يخليني اربح. كواليس هذا الالم اللي شفته بالقصيده ما سولفت عنه. ما تسولف عنه سيد. ها؟ ما تسولف عنه. من النوع اللي يدفن. انا اي يعني اعبر عن نفسي بال اشوفه هذا علي اشوفه هذا بس اللي بقلبه غير شيء سؤال هواي. علي الدراعي وصلنا الى فقره البصمه الحمراء والبصمه الخضراء. نبدا بالبصمه الحمراء. تبع سياحة المقدم صريح وراحتك أكيد. أي هاي البصمة الحمراء. البصمة الحمراء البصمة الحمراء لكل الناس اللي عندهم أكثر من وجه خصوصاً الأصدقاء. نعم. وتعرف أنت يعني وسطنا مليء بالوجوه للأسف يعني. فبصراحة الموضوع جدا متعب وهواية أخذ من حيننا وصحتنا وطاقتنا. يعني من تتعب وتوصل مرحلة إنه يكون لك أخ وصديق وفترة تنخذل بي للأسف. أي فالقصيدة اللي قرأتها ببداية البرنامج هي كانت بصدد هالموضوع. وين وصلوا؟ والله وصلوني بعد. طيب خلونا بصراحة إنه نقلل دائرة صداقاتنا. نعم. نقلل دائرة معارفنا إنه واحد ما يكثر. وشنو القرار اللي اتخذته الآن؟ القرار اللي اتخذته إنه بعد ما تعامل بحسن نية دائما. يعني اللي يتعامل دائما بحسن نية وياخذ الأمور إنه كل الناس عباله مثله بالأخير راح ينخذل. يتعب. راح يتعب. إيه فأكيد واحد لازم كل من ينططي انت بخده. جدا ضروري. البصمه الخضراء ما راح تكون. البصمه الخضراء بصراحه اكو موضوع جدا منتشر بمواقع التواصل وجدا متعبني ومتعب زملاء الضباط. الامور السلبيه اللي تصير فرديه من اشخاص معينين تنتشر. يعني الناس تعمم. يعني هوايه حملات وهجمات جاي نشوفها على الضباط. فعلاً. إعلامية جداً فعلاً. جداً كبيرة أي على تفاصيل ممكن أنه ضابط يخون التصرف ممكن أنت تعرف يعني كل اختصاصات وكل وزارات الدولة وكل مجالات العمل بيها زين وبيها مو زين طبيعي الموضوع بس ما توصل مرحلة أنه لهالدرجة تصير الهجمة هيك مكثفة على الضباط بصراحة يعني وصلنا مرحلة هم قادة البلد هم مسؤول البلد إيه هو يعني سيد يعني لو يعرفون مسؤولية الضابط شو للأسف يعني وصلنا تعبي. مرحلة للطرفة يعني انه احد الاصدقاء تقدم لاحد النساء وقال له انا ما انطيك لان ضابط تخيل يعني تخيل يعني ماكو هيك ترى يعني التعميم التعميم جدا خاطئ على كل المجالات للاسف اتمنى الناس تدرك انه اكو حالات فرديه تصير
ما تعمم بيها وتحكي على مؤسسة كاملة، مؤسسة انطت شهداء، مؤسسة ولا زالت هذه المؤسسة أكيد ضحت ما ضحت. أتمنى هاي الرسالة توصل إن شاء الله. رسالتك تصل. إيش راح أسمعنا؟ أسمعك ولك للذكريات المرة مشتاق، ولك للذكريات المرة مشتاق، برسى إن القديم سنين تاني، لا تشف الخذان ولا حياطين مثل الحنة للظل بالصواني. الله الله. لا تشف الخذان ولا حياطين مثل الحنة للظل بالصواني، الرسالة البيها روح تعيشك سنين، وهو الحرف منك عمر ثاني. الرسالة البيها روح تعيشك سنين، وهو الحرف منك عمر ثاني. ضحكة بمقبرة اللي يسمعني يندار بغيابك كل شي صاير مو مكاني. الله الله. ضحكة بمقبرة اللي يسمعني يندار بغيابك كل شي صاير مو مكاني. دخذ عطرك التارس ديرتي وروح، اعتبرني جاي اموت وارد اوصيك، سهل الذلة لو قارنها بجفاك، شنو زلمي تشاهد لو حكوا بيك. الله الله. شنو زلمي تشاهد لو حكوا بيك، من كنا سوى يظل بالي ذا تنام. انا تموتني فكرة ما ادرش بيك، وانت بغربة بس جذب المسافات. الله الله. انت بغربة بس جذب المسافات، بعيد ودمعتي كل مسا تانيك، ولا تقل لي هلك خلوك تختار، الظرف يبعد ولكن ما ينسيك. الله الله. ولا تقل لي، لا تقل لي هلك خلوك تختار، الظرف يبعد ولكن ما ينسيك، ولكن ما ينسيك. النهر النهر ما له ذنب من يغرق انسان، اللي يثق بتشوفه يغرق ومن تبيك. النهر ما له ذنب من يغرق انسان، اللي يثق بتشوفه يغرق ومن تبيك. أنا ميت خجل من اللي يسألون، واصل مرحلة يكسر نطاريك، مبين فراقك من الهلا بلا روح، جن كتال أبوك ويجي عزيك، عايش على أيام القضن وياك، وحقك لو شفت حالي بتشيك. الله الله. حقك لو شفت حالي بتشيك. الله الله. الظرف يبعد ولكن ما ينسيك. الله الله. أنا قبل لا أخذ فاصل أشوف حيدر كلش هادئ وما أدري بما يفكر. خلينا نسمع قصيدة. ناسيك بس المشكلة الناس يذكرون كل ما شت له الياس. ولا ناسيك بس المشكلة الناس يذكرون كل ما شت له الياس، مطلعني من القلب والراس، طلعت سهم من بين الأقواس. الله الله. أنا وصورك وقت الغروب متعوب يمسح عرق متعوب. الله. أنا وصورك وقت الغروب متعوب يمسح عرق متعوب. متعوب يمسح عرق متعوب. الله الله. أنا وصورك وقت الغروب متعوب يمسح عرق متعوب، استغربت وجه الناس والبوب، والله بعشرتك كنت مغلوب. الله. من درت وجهك ضاقت القاع، فراق العزيز يلم الوساع. الله الله. من درت وجهك ضاقت القاع، فراق العزيز يلم الوساع، كون الوداع يضوق الوداع. الله الله. كون الوداع يضوق الوداع، شا ما يمر ببشر كل ساع، دورتك من العام للعام، دربك حجار وجدم من جام، غيرك فلا رهمت للأيام، مرهمة بلون أصواب العظام. الله الله. سلامتك. الله. أنا وصورك وقت الغروب متعوب يمسع عرق متعوب. الله الله الله. الله يسلمك. الله يا حيدر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم. يا حزن وحياه حزنك ما عرف يتمن علي مشتتات البال، ولد ولاك شنجن قصيدي ليل اموت الليل اخر ليله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع المبدع علي الدراعي وحيدر محمد، حياكم الله. حياك الله سيدنا حيدر. يعني البعض او الكثير من الناس يلجأ للكهنة، البعض يلجأ الى الفلاسفة، وايضا السؤال موجه الى علي الدراعي. أكيد. احنا قاعدين قاعدة احباب،
الشعراء إلى من يلجؤون؟ ومثل ما نعرف الشعراء هم ملجأ للناس. مرات الشاعر يلقى مشاعره أو يلقى الحالة العايشة بغير قصيدة. نعم. يعني هواي شعراء أكو ظروف مرت فيهم ما قدروا يترجموها، لقوها بقصايد علي عن السيد خلف، لقوها بقصايد كاظم إسماعيل القاطع ما حفظ الألقاب والمقامات، بقصايد سمير صبيح. فمرات الشاعر مشاعره يشوفها بغير قصيدة. أنا يعني هذا وجهة نظر البسيطة، هاي وجهة نظر بسيطة. أو عايش شو ساكت بما تفكر؟ لا لا بس أريد أسمع جواب حجر. شنو ملجئك؟ أكيد والله بصراحة هو الملجأ الأزلي القصائد. أها. إيه يعني أكيد لا مفر من القصائد، يعني دائما الشاعر مني مرات صح حسب ما قال حيدر انه مرات واحد يمر بظرف ما يقدر يكتبه، انه يجوز يشوف اللي عاشه بقصيده شاعر اخر، بس بنفس الوقت انه واحد قدر الامكان يعيش اللي يعانيه اكيد بقصيدته. على شنو مشكله الفراق بحياتك باختصار؟ يعني واحنا حياتنا خلصت فقد وفراق للاسف. يعني أصعب شيء من تفارق إنسان هو ما غلطان وياك، سوالف اللي في قلبك. يعني إحنا يعني أبسط شيء قلت لك من تسولف إنسان ما بي خطأ ما غلطان، من يروح حتى ما يقدر يودعك بسبب ظروف معينة، يعني بسبب ظروف معين إنه ينجبر يبتعد عنك حتى ما يقدر يودعك، راحة الغفلة. أي هذا الموضوع جدا متعب. شكسبير يقول ليس الوجع أيام الفقد الأولى، نعم، بل حين تأتي الأيام السعيدة ولا تجد من يشاركك بعمق بها. يعني صدق أنت مرات يجوز من تفارق ورا فترة وتمر عليك أيام شوية تفرح بيها، بنص الفرحة راح تتذكر أنت فرحتك ناقصة. صحيح علي، بس هو لو ما رخيص كان ما هانت علي العشرة. مو شرط، يقال صح. انه من جاور الرخيص رخص خلاص. فعلا صح. لا سيد، مو احنا هسه جايين نسولف بعد، هو اللي ودعك بدون كلمه اكيد، بس جايين نسولف مراتك ظروف اكبر من الشخص. يعني احنا ما دام احنا يعني بحكم بلدنا بالعراق اكو ظروف تقاليد اكو اي حتى مرات اكو حكمه دائما، يعني انا واصدقائي نتناقش بيها، الحب لا يكفي احيانا. اشوفك بعدك تحب. الحب موجود. حرشتك ها؟ أكيد. لا 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 الحب موجود، إحنا الشعراء ما نقدر بدون حب، يعني هذا الشيء متين من عنده. يعني هك قصة حب صديقك؟ أكيد أثر بيك. أكيد أكيد. يعني أنا بصراحة سيد أكو موضوع أرد أعرج عليه، موضوع الأهل. يعني دائما الأهل من يشوفون اثنين متوافقين وناضجين وداركين الحياة وماكو أسباب مقنعة لرفضه، الأهل دائما يعارضون موضوع الزواج بصراحة. فعلا. هذا الموضوع جدا متعب وآثاره وخيمة. يعني صح. الشخص من يفقد الإنسان اللي يحبه وما يتزوج راح ما يقدر يكمل ويا إنسان ثاني، يعني الطرفين راح يصيرون ضحايا لهم، ناس ما لهم ذنب. فعلا. إيه فهذا الموضوع جدا تدري قد منتشر عندنا بالعراق، إنه الأهل أهم شيء كلمتهم تمشي. طرقت لموضوع جدا مهم، ايش كتبت عن هذا الموضوع؟ بصراحة احنا نسولف على موضوع الفقد والفراق بصورة عامة. يعني على غفلة مشيت وعاد ودعونا، ترى اللي يقتل كتل هم عطوة ينطونا. الله 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 الله. على غفلة مشيت وعاد ودعونا، ترى اللي يقتل كتل هم عطوة ينطونا. من ضيعت تعب سنين، عشت احساس الابو من يكبر وولده يشمرونه. الله الله. من ضيعت تعب سنين، عشت احساس الابو من يكبر وولده يشمرونه، طفل وبهوس تسوقه لينسونه، درت وجوهكم ديرة الحظ لو دار. الله الله. ومثل ما تعبر الفرصة عبرتونه، وعيشتونا وقفة سائل على الباب ما يدرب هلا بطرده يلاقونه. الله الله. وعيشتونا وقفة سائل على الباب ما يدري بهلا بطرده يلاقونه. اكو حجاية دوة وحجاية مثل الموت، لعمت كتلة من تحلف لبعيونه. اكو حجاية دوة وحجاية مثل الموت، لعمت كتلة من تحلف لبعيونه. الشرد من السجن حريته مصدر خوف.
فعلا. إيش نفع حري تذا حس روحه مسجون، حتى اللي ينعدم هم ينحج وياه ويطلب مني اللي يحبهني يخلونه. الله الله الله. حتى اللي ينعدم هم ينحج وياه ويطلب مني اللي يحبهني يخلونه. قبل وقت الثمر من ينحصد ينعاف، عفوا بلا سبب لما انتركتونه. ترى اللي يضحك ويتذكر حبيب الراح خطية بنص ضحكتين خطف لونه. ترى اللي يضحك ويتذكر حبيب الراح خطية بنص ضحكته ينخطف لونه. الكبر وياه صبره يصير حبل اعدام، المنية يجيبها لمن يجرونه. التخون العافية يهز ايده من ينخان. الله الله. التخون العافية يهز ايده يهز ايده من ينخان. يظل يتمنى كون الذاكرة تخونه. الله الله. يظل يتمنى كون الذاكرة تخونه. على غفلة مشيت وعاد ودعونا، ترى اللي يقتل الكتل هم عطوه. ايش قد عشت هذا البيت. الله الله الله. المطر ما ينزل بتشيع غرقان. المطر ما ينزل بتشيع غرقان. الله الله الله. يسلمك سيد. صدق مثل الكلام الوية لدموع. بس اخذ اجواءك بالقراءة حيد. صدق مثل الكلام الوية لدموع. اي. وبسيط جروح عام تسدها نظرة، درب شارد اطول خلق للناس، وصون العشرة صورة بشف الاسرة. الله الله. صدق مثل الكلام الوية لدموع. وبسيط جروح عام تسدها نظرة. الله الله. درب شارد اطول خلق للناس، وصون العشرة صورة بشف الاسرة. وانت اللي قلت عنك تفرق هواي، وقلت الظن اثم مليون مرة. عفتني تراب صحرة برقبة الريح، شأمن والمطر ما دق لصدره. الله الله. وداعك ولا حسيت الوداع، وداعك ولا حسيت الوداع. خبر مو مهم بيد التو يقره، سمعتك من قلت لي الله وياك، وكنت اتمنى اسمع بيها عبره. ما ينكسر واحد خاسر هواي الا من الفلاح السبي خسره. الله الله الله. الله. سمعتك من قلت لي الله وياك، وكنت اتمنى اسمع بيها عبره. ما ينكسر واحد خاسر هواي الا من الفلاح السبي خسره. المطر ما ينزل بتشيع غرقان. الله الله. المطر ما ينزل بتشيع غرقان. ما ينزل بتشيع غرقان. واذا سهوا نزل يا اهلي عذره، على التغيير اخر حكيك وياي. وقلت الله اعلم عنده فكره، ومن شفتك حكيت بقوت القلوب، والقلب اقوى يقدر ينط ظهره. عرفت وياك ما تجمعني الايام، مثل تحفة ثمينة ببيت فقرة. الله الله. من شفتك حكيت بقوت القلوب، والقلب اقوى يقدر ينط ظهره. عرفت وياك ما تجمعني الايام، مثل تحفة ثمينة ببيت فقرة. بس حتى برذمتي قلت لك الفوس، تهد على الشجرة ما توقفها ذكرى. ومو كل العيون تقدر العيون. الله الله. بس حتى برذمتي قلت لك الفوس، تهد على الشجرة ما توقفها ذكرى. مو كل العيون تقدر العيون. تقدر العيون. البير اليم نهر ينحسب حفرة. الله الله. مو كل العيون تقدر العيون. البير اليم نهر ينحسب حفرة. الغصن لو طاح جائز يرجع عشوش، بس الورقة تنذب خضرة صفرة. وحق دورة عيونك فترة وانساك. شوف الحلفان. وحق دورة عيونك فترة وانساك، يندار الوقت وتصير ذكرى. الله الله الله. الله يسلمك. انت دائما تقول انا ما اخسر. اي ما اخسر انا سيد. وشوف خسارات يعني من اخسر، بس ما اطيح، ما احسبها خساره، ما اتاثر، ما هاي. انت تحب وعايش قصه حب لو فهمنا. اي طبعا احب، يعني من زمان سيد، والحمد لله لحد الان عايش هاي القصه. اها. وان شاء الله عند كان ناس اللي بقصادك من هذول؟ ناس يعني راح نخرب الحمار. المهم انا سيدي قلت لك الحمد لله والشكر عايش قصة حب ومستمر بها، وان شاء الله تبقى للابد. بعد قصة حب اللي عشتها اريد المدفون هنا اللي بقلبك اريد نسمعه بالبصمات. اي سيدي. البصمة الحمراء. لا احنا ان شاء الله ماكو مدفون، راح نحكي بالشعر. تمام. الشعر وسيلة للتعبير عن مشاعر الناس. الشعر رسالة. الشعر ترجمة لما لا يستطيع الآخرون ترجمته أو قوله. الشعر ما نخليه اليوم وسيلة للشهرة. إذا خلينا الشعر وسيلة للشهرة راح نطبق المقولة تقول الغاية تبرر الوسيلة. نعم.
فاحنا اليوم جايين نشوف شعراء وشعراء حتى اكو شعراء يعني مبدعين شعراء عندهم ماده حلوه اليوم يتصرف تصرفات مو حلوه اليوم يطلع بلقاء يسيء اليوم يطلع بلقاء يصرح تصريح مو حلو اليوم يطلع يعكس وجهه نظر مو حلوه حتى في سبيل انه هو يوصل في سبيل انه يزيد عدد مشاهداته هذا الشيء موجه الى الشعراء انا اشوف اكثر شيء يعني شعراء الشباب الشعراء السابقين يعني جزء اكو حالات شاذه قليله لكن الشعراء الشباب اليوم يعني اكو مبالغات اكو امور ما تستوجب يعني مو لهذه الدرجه الاعلام مهم والشهره مهمه انه انا اليوم انطم نفسي انه انا اليوم اسيء للناس انه انا اليوم اتقبل الاساءه اللي جاي تجيني يعني كلامك عين الصواب يا مهرجان تتمنى تكون بي والله سيد مهرجان واحد اتمنى قربي مهرجان الشهيد علي رشان اتمنى ارثي علي رشان الرحمه رضوان الروح الشاعر الكبير الفخر وجه الشعر الشعب الابيض علي رشان الله يسلمك سيد اي والله امنيتي سيد بس ان شاء الله فدوى قلبك ان شاء الله يعني شعراء بغداد والقائمين على هذا المهرجان الله يسلمك سيد شيء اكيد هم ناس يحبون علي رشان ويحبون الناس اللي تحب علي رشان الله يسلمك ان شاء الله الكاتب رثاء على رشان كاتب رثاء سيد بس خلي للمهرجان نخوه خلي للمهرجان البصمه الخضراء البصمه الخضراء سيد اكو جيل شعري شبابي جديد محافظه واسط احنا ما تكلمنا عن واسط اي هو انا هاي البصمه محضره لهم جيل او انا سيد جيل مثقف جدا جيل شاعر الحركه جيل في واسط جدا مفرحه اي تحياتنا للقائمين على الحركة الشعرية في واسط من مصورين من شعراء أنا ما أذكر أسماء لعله أذكر أسماء وأنسى أسماء للجميع للجميع ألف تحية وأنا هم ما راح أذكر أسماء حتى لا أنسى سيد هذا الجيل سيد جيل جاي أشوفه متكاتف جيل يحترم التجارب السابقة جيل متأني جيل جاي يكتب القصيدة للشعر والجميل حتى بالتواصل الاجتماعي شخص ينشر الزميلة يعني عدم تكاتف عدم تواصل تكاتف. يعني اكثر من 10 شعراء عندنا اليوم يعني اجون للوسط شعراء مفرحين شعراء يعني هني انا بالنسبه لي جدا سعيد بهاي التجارب اشوف هاي التجارب لها مستقبل وان شاء الله يستمرون سيد ان شاء الله ان شاء الله الانصاف والناس ان شاء الله على برنامج مسافات ان شاء الله يبقى نافذه للشعراء الشباب الله ان شاء الله بحيل الله يديمك سيد الله يسلمك ايش راح تسمع لنا قصيده خدمتك سيد الله يسلمك أنا وايد قرأت عليكم بالأسئلة لا بالعكس فدوى قلبك سيد بالعكس بوداع هي اليوم كلها فراق ما شاء الله يعني حلقة درسناها حضرنا أكثر شيء قصيدة على الأم اللي يطقها ابنها تبتسم صح اي وتموت بوداع اللي تحبت كتلك السكتة اي العشت بغيبتك لو ينحكي قلته أنا من سوالفك لازم سرع للشيب الله مبدي لك عمر بالقوة جمعته شفت واحد يشبهك خذت منه مراد ما بي ريحتك وتندمت زرته الله الله شفت واحد يشبهك خذت منه مراد ما بي ريحتك وتندمت زرته صعبة التجربة تخسرك عمر ووجوه يخسرك راحتك قلبك الصدقت على اجتاف الظنون تشم حلم زتيت الله الله على اجتاف الظنون تشم حلم زتيت الحلم لو مات ما تنشال فاتحته الله الله التواضع ثوب بس ما رهم للدخان اللي يكرهك وانت ابيض هاي مشكلته اللي يشوفه ويا الزرع ما يصدق الغرقان النهر ينطع عمر مو موت سالفته الله الله اللي يشوفه ويا الزرع ما يصدق الغرقان النهر ينطع عمر مو موت سالفته مو موت سالفته اللي شفته بغيبتك لو ينحكي قلته الله الله الام اللي طقها بنها تبتسم وتموت يمر بيها النفس بس ما مصدقته الله الام اللي طقها بنها تبتسم وتموت يمر بيها النفس بس ما مصدقته واشوفك وابتسم واخذ نفس جذاب مو عشره وطن وجهك الفاركته دعاء الوالده اسمك الردته وتلاقيني تلاقيني ويصيح وقف لعطر البيك وانا بعاستك بس قلت مو وقته الهضم عيونهم من نوصلك واندار الله
الشفته بغيبتك لو ينحج قلته، اللي يلمس جف يتيم تشم علي بملقاه، التوضى بحسن نيت النس مصاحبته، الطير اللي يبني عش الشجرة للدلي بغصن هيشم مامان وصدق رايته، ومو كل من كبر معناها حبه يزود، الغصن لو صار شجرة ضيع منزلته. الله الله، الغصن لو صار شجرة ضيع منزلته. أنا تجي ببالي مقولة تقول نحن لا نعود إلى الماضي لجماله ولكن لبشاعة الحاضر. أشوف الماضي رغم الألم اللي عندك يعني بحياتك ولكن متمسك به، وأشوف الحاضر الآن في قصادك معدوم، بعدك تحل الماضي رغم المأساة اللي عندك. أكيد أغلب الشعراء وبما فيهم آني أسير للماضي، يعني صح إحنا ما نقدر نقول معدوم الحاضر، لأن إذا معدوم ما نقدر نكمل حياتنا، بس بصراحة أنا حتى يجوز مرات أختلف وين الناس، يعني مرات أحس إنه اليوم مرات أفضل من باكر. أكيد مرات أختلف وين الناس حتى بسالفة نعمة النسيان، إنه أنا يجوز سبحان الله رب العالمين منطي النسيان للناس بدرجات، يجوز واحد منطي نعمة النسيان بدرجة كبيرة، يجوز واحد منطي نعمة النسيان بدرجة بسيطة، فالذكريات بصراحة ما تقدر تغادرها. أشوف كل التفاصيل الماضي بقصادك فعلا. على هواي تركت الشعر؟ تركت الشعر 3 سنوات أو أكثر. عشان ما زيك ترجع بسبب تركتها بسبب عملي بصراحة. سبب يعني تدري عملنا شقد صعب. نعم. ما قدرت أوفق بين الشعر والعمل، والشعر يراد لوقت ويراد لطاقة ويراد لالتزام ويراد لاستمرار ويراد لهواية تفاصيل. أنا أسألك على ملاحظة يعني تخصك، إنه المهنة أو الوظيفة وظيفة على الدراعي شوية تحتاج إلى القسوة وتحتاج إلى الشراسة وتحتاج، هاي شلون تراهمها ويتراف؟ شلون يأخذك الليل والسهر وأنت عايش يومك بقساوة وتعب؟ لا إحنا بالنسبة لنا حيدر ضحك. لا انا اتذكر احد المدراء، يعني كنا للطرفه نذكرها، يعني احنا مو سيوف مسلطه على الناس، بس الحق يعني اهم شيء الحق، وخصوصا اختصاصي يعني بدون ذكر التفاصيل شويه يعني عملي صعب بموضوع معين. يقول لي انت شو مرات اشوفك طبيعي من وصل للقاطع تلبس شينك، شنو الموضوع يعني. فالقصد انه بالنسبه للعمل اللي عملنا بالجهات بالوحدات العسكرية جدا صعب ويراد شدة، تعرف يعني احنا اكو مقولة تقول اصعب قيادة هي قيادة الرجال. فعلا اي فعلا، ولهذا انا سألتك هذا السؤال. فعلا فيراد واحد يكون حازم بقراراته وبنفس الوقت تكون عنده انسانية ويكون عادل ضروري. ننتقل لحيدر، احنا دامنا الوقت، انت ما كاتب قصيدة لاصدقائك بالفترة الاخيرة؟ انت مبتعد جدا تمام. والآن تم بالبرنامج أحس ملامحك تسولف، ها وأنت ما تسولف. تريد تحكيني أنت سيد؟ لا سيد، الأصدقاء أنا ما أحب أهجي، كل صديق أنت عشت وياه أيام حلوة، حتى إذا أكو يعني أيام مو حلوة، حتى إذا أكو موقف مو حلو، يعني ما تستوجب إنه تهجي أو إنه تذمهم، لو مهما يكون هي الحياة صغيرة يجوز في يوم. بالمناسبة ترى الهجاء لون جميل جدا، جميل إذا كتب يعني صح بالطريقه الصح. الهجاء مرات يعني يصير بيه انتقاص، يعني انتقاص زايد عن اللزوم. نعم. يصير بيه اساءه. فانا انت ليش بوبت السؤال قبل الشعراء؟ شعراء لا مو بس الشعراء، لا يعني اصدقائي، يعني يجوز اصدقائي بالعمل، يجوز اصدقائي سالفين علي بالوضع. لا بس الحمد لله انا ما عندي اي مشاكل. ما تقدر تاخذ مني شيء دبلوماسي بعد محامي؟ ما تقدر. لا الحمد لله سيد ما عندي مشاكل. اما موضوع ترك الشعري، والله سيد بالفتره الاخيره ابتعدت هواي، لان يعني الوسط مو صحي سيد، اكو حالات يعني صارت هواي سلبيه، اكو هواي حالات، واكو شغله يمكن اثرت على اغلب الشعراء هي حالات الفقدان. حيدر انا ضد، يمكن علي يوافقني الراي، انا ضد اي انسحاب شاعر يكتب صح مهما تكون الظروف. ليش؟ لان السحابه راح يترك ثغره للمتصيدين. فعلا لذلك انا رجعت، لذلك رجعت سيد. فهي رساله لكل الشعراء اللي يكتبون صح مهما تكون الظروف، مهما تكون المشاكل، مهما تكون الفوضى، المفروض يحافظ على مكانه ويصدر الجمال للناس.
وبالاخير ما يصح الا الصحيح. اما اذا تركت مكانك فبعد لا تقصر. سلمت الرايه شو لا تبقى تصرح اصلا وتنتقد. صحيح. ايش راح سمعنا قصيده؟ كل ما انوى بعدك حبك ابعد ومثل سيف بحرب ليليه تنحد. اي بعدها بلون اسمك فوق الزنود خضر هاي الجروح علوك تنشد. الله 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 خضر هاي الجروح علوك تنشد الخضار جروحي كم فزاع حطيت وادرب طير طيفك سولة الصد لكن كنت كابر بلكت تعود لكن كنت كابر بلكت تعود انصب بالصحار اللي روجتك سد واتعمد مر من اللي يصيدون وطيح بمصيدة حبك الأوحد واجي قبل الوقت قبل الوقت موعد الشادود وادفق ضحكتك من جسمي يبرد وانتظرك بريئي تاني الافراج ويشوف القبل حكموهم مؤبد وتجي حتى بسلامك بالك بعيد مثل مطلوب وانا احلام تنهد وتجي حتى بسلامك بالك بعيد مثل مطلوب وانا احلام تنهد واعذارك نفسها هدوم حجاج لا تتغير ولا تنتجدد. الله الله واعذارك نفسها زين ذا اعذار ابيض واعذارك نفسها هدوم حجاج اي لا تتغير ولا تنتجدد واسال قلبي خاف مقصر وياه ويجي مو مني من الشامت الرد القلب شيله بعرس بس صوته مسموع لا شافه بشر لا يقصد احد. الله وفز وفز فزه الماي الطاح على النار أفز فزة الماي الطاح على النار مثل فزة النوارس من يجي المد أفز فزة الماي الطاح على النار مثل فزة النوارس من يجي المد واصحى لقى السنين بقد الانذور من ساعة لقاك الساعة الصد المهم فرصة سعيدة بهاي الجروح واتمنى ويا غير تكون الأسعد وتشرفت بيها عيونك السود وما شرفني قلبك كلش أسود. الله الله المهم فرصة سعيدة بهاي الجروح واتمنى ويا غير تكون الأسعد وتشرفت بيها عيونك السود وما شرفني قلبك كلش أسود وما توقف على أحد بعدك نقول بس بعدك فلا دورنا أحد. الله 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 يسلمك. خلي يكون بعلمك أعذارك نفسه هدوم حجاج أنت تدري مدحته من حيث لا تشعر مو أحب أسيح إي فعبك خلاك تمدحه من حيث لا تشعر كل التوفيق. انا مسك الختام اريد اختم حسيني يعني ان شاء الله. اي والله بما انه احنا بالايام الفاطميه نعم سلام الله على سيد الزهراء سلام الله على فاطمه الزهراء لابد من ذكر امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله قائد الغره المحجلين عشاك ايش قد خطيه منيتك مليون اللقمه تعودت يا بالحسن تنعاف عشاك شقد خطيه منيتيك مليوم اللقمه تعودت يا بالحسن تنعاف بين اللقمه والماعون دقت باب وملامح يابسه وصفره وسنين عجاف شفك يحتضر لو حاجه باتت بي شفك يحتضر لو حاجه باتت بي تخنقه وكن جنازه وشايلتها اجتاف ما رديت سائل لو طلب عباس الله الله ما رديت سائل لو طلب عباس تنطن فاسك وكلك تصير انصاف من قد ما نقب قلب اليتيم تبات الله الله وتدق الباب روحك كثر ما شفاف اللثام يغطي وجهك ذولا متوهمين الله الله مو تتلثم من الخجل ما تنشاف اللثامي غطى وجهك ذولا متوهمين ذولا متوهمين مو تتلثم من الخجل ما تنشاف السويت بحياتك ما وراء الموت فعلا عدل بعدك وبابك يا علي انطاف قلبك كان بابك واليتامى جفوف وهو ومو عيونك كل شبيهم شاف اخذ هيك قلب لو جاعه ويجافيك الله الله وضلوع عليك بصوتهم تنداف علي يصيحون وانت تطشرت خطوات
الله. علي صيحون وانت طشرت خطوات، وصلت لهم مطر ووجوههم صفصاف. علي سر الحياة الما يظلك جان، الله الله. علي سر الحياة الما يظلك جان، تشبه طبعك النسمة وظلمك خاف، بثقل الموت طولك جان بالميدان. ايه. وسمح ويا اليتامى وندى تشيل وصاف، وخاف تحس تجرح حجايتك يا الماي، مو بجفوفك بروحك علي تلتاف. الله الله. مو بجفوفك بروحك علي تلتاف. شل جمال الكتابة والوجدان. الله يسلمك سيد. والطريقة السلسة. أهنيك على هذا النص. الله يخليك سيد. فعلا احنا نحتاج هكذا نصوص. الله يسلمك سيد. انه تكتب القصيدة الحسينية. ضروري. حتى القصيدة العقائدية، ابتعادا عن دائرة السيف والدم وهذا الوجدان والسلاسة. أهنيك يا استاذ. الله يوفقك سيد. الله يسلمك. حيدر، ايش راح اسمعنا سيد؟ هاي القصيده هي عن ظرف، وهذا الظرف دائما يمر اغلب الناس. مرات ما تلقى طبيب، عندك عله ما تلقى لها طبيب، تصير عندك حاله مرضيه سواء بنفسك او احد من اقربائك او من اهلك او احبائك، تصعب عليك يعني. نعم. فيكون ملجا واحد. ثقلت وجيتك على الطراف القلب. الله الله. ثقلت وجيتك على طراف القلب، يقولون عنك ما ترد لك محب. الله. وقالوا غريب اش عجب يا هالوطن، شو انا يمك ما احس مغترب. جيتك تموت الخوف اللي بداخلي، مثل السبح لما تموت الذنب. الله الله. جيتك تموت الخوف اللي بداخلي، مثل السبح، مثل السبح لما تموت الذنب. من حيني كان شراع مر بيه هو، ودريك تعدل كل شي من تنشهب. جيتك وما التفت مثل الكحل. الله. جيتك وما التفت مثل الكحل، وخطواتي قوه قوه مشيت المنسحب. مديت عطرك من شفتني طحت، لو ما تشفك سيدش تنحسب. الله. يا من ملكني من الاليف للدمع، روحي على شباكك علق منصلب. عدم لقيتك حرز مو على الورق. الله الله. عدم لقيتك حرز مو على الورق، شي يعتقل فوق الورق ينكتب. مستعز بيك اول حكايه الطفل، وياه تبقى اش ما يعيش ويشب، وما يتبدل صعب يتبدل حبك انت نذر. برقبة عجوز تموت من الكذب. الله الله. صعب يتبدل حبك انت نذر، برقبة عجوز تموت من الكذب. قالوا اللي يضوي يعيش من يبتعد، ومرقدك عايش تبتعد تقترب. قالوا اللي يضوي يعيش من يبتعد، ومرقدك عايش تبتعد تقترب. كل القلوب تأدلك يا طرق، كل القلوب تأدلك يا طرق. ومنين ما تندار اشوفك رحب، بس بابك الما ضاق طعم الطبق، لا كظ سرقي ولا يرد اليهب. الله الله. بس بابك الما ضاق طعم الطبق، الله لا كظ سرقي ولا يرد اليهب. ما يقصتك المنبع موقف علي، الله. ما عكر النسهامهم ظل عذب، وبس انت مايك ما يموت الغرق. الله اكبر. والله طفي بس كل شيء واحساسك رد. الله الله. بس انت مايك ما يموت الغرق. شعراء الكوت. الله الله يسلمك سيد. ما تكفوا وياك مساحه. الله يخليك سيد. الله يسلمك. نص جميل ميزان حسناته. الله يسلمك سيد. كلش فرحان بهذا الثنائي بتواجدكم برنامج مسافات. كلمه اخيره لناسكم ولجمهوركم. بالبدايه سيد نشكرك، تعبناك ويانا اليوم. الله يعزك ويسلمك. وانت متفضل اكيد يعني. بينما بين الله جدا فرحان. وان شاء الله ان شاء الله شعراء الكوت لهم الحصه. ان شاء الله انا عهد الان امام الجمهور والمشاهدين، ان شاء الله مسافات يبقى نافذه ان شاء الله للشعراء العراق بالعموم، ولكن أكيد. الكوت انا مقصر وياها حشاك سي مثل ما تعرف نفسي. عدد الشعراء وكثره الشعراء في الاونه الاخيره ما تخليك ان شاء الله ما تخليك تاخذ العدد الاكبر. ان شاء الله كانت حلقه تليق بالشعر. كنتم شعراء. الله يوفقك سيدنا. الله يسلمك. وجدا جدا فخور بتواجدكم مسافة. احنا فخورين بشوفتك سيدنا. الله يسلمك. حيدر سيدنا، انا اشكرك واشكر هذا الكادر الجميل والمثابر
نشكركم على كرم الضيافة، نشكركم على اليوم تعبناكم يا ناس، وفرحانين بشوفتكم، فرحانين بجيتنا للبصرة. الله يسلمك، أنا اليوم فرحان بشوفتكم وفرحان بشوفة أخوي الشاعر كرار الناصر خلف الكواليس كلها. ألف تحية للمصور زيد خلاف والحبيب على خلاف، حتى أنا على تواصل الأخوة. شمسين ذكرت نبيهم، ألف تحية لهم، ما ينعذرون. تحياتنا للشاعر علي خلاف المصور المبدع والعدسة الرائعة زيد خلاف، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، ويا رب إن شاء الله نشوفكم يعني في سماء الإبداع. فرصة سعيدة. الله يسلمك. والله ساعة ما كفت وياكم، كنتم ثقيلي شعرا شاهد الله. الله يسلمك سيدي. كل الهلا ويا رب إن شاء الله كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج مسافات، كونوا في أمان الله.